ناخذ تعليق ايضا سريع. محمد الشيخ، المباراه الهلال فقد نقطتين اليوم في سباقه للصداره، اثار هذه المباراه على المقادم؟ على الرغم من اتفاقنا ان هناك اخطاء تكتيكيه ارتكبها المدرب جارديم، وهناك اخطاء ايضا فرديه ارتكبها بعض اللاعبين، وعلى راس مجح فريق اللي اعتبره اليوم قنبله موقوته في دفاع الهلال، لا يمكن يتواجد متعب المفرج، ولا يمكن ان انت تتنازل عن وليد الاحمد وتبقي على جحفلي بكل الضعف المهاري اليوم وايضا التكتيكي بالفريق. لكن يجب بالفعل ان تتفهم جماهير الهلال وضع الفريق من حيث الاصابات، وايضا من حيث حرص اللاعبين الموجودين اللي ايضا متعافين، حرصهم على ان يتواجدون حتى مباراه 23 نوفمبر. وبالتالي حتى المدرب جاردين يتفهم انه امام ضغوطات يلعب 3 مباريات في 10 أيام، ولكن كل هذا لا يشفع لجارديم أن يتعامل مع المباراة داخل المباراة بهذه الطريقة، طريقة مكشوفة، ثم أيضا التعامل في التأخير في التبديلات، وأيضا في نوع التبديلات. ولذلك نعم. أعتقد أن هاسي تماما كان قارئ المباراة، يتصور المباراة ونفذها بذات الطريقة. أحيي عبد الرحمن غريب، أحيي محمد المجحد، وأحيي علي الأسمري، كانوا هم الأفضل في المباراة بشكل عام وفي الأهلي تحديدا. وبالتالي أعتقد أن الأهلي كسب نقطة والهلال خسر نقطتين.